هاي اطلاق نار، اطلاق نار على المتظاهرين، اطلاق نار على المتظاهرين على فريق بابا عمر. وهي اصابت اصابه المتظاهر باجره، باجره اصابه، باجره اصابه، ما بشي ما بشي باجره. اطلاق نار على المتظاهرين واضراب قنابل في منطقه بابا عمر. بعد ان سمع المتظاهرين باللجنه التي ستاتي الى بابا عمر فخرجوا الى طريق العام مقابل المؤسسه. فعندما صاروا في نصف الشارع تم اطلاق القنابل والرصاص الحي على المتظاهرين. قنبله مسماريه على المتظاهرين، قنبله مسماريه على المتظاهرين. وتم اصابه احد الشباب الذين تظاهروا. لا طيب. حمص بابا عمر 22/8/2011. وهذا لا، وهذه الجماهير هربوا باسلاك تظاهر، ويتم اطلاق النار الكثيف على الفريق العام مقابل المؤسسه. 22/8/2011 حمص بابا عمر. الله، تم اطلاق قنابل حيه على المتظاهرين وتم اصابه احد المتظاهرين. تم احد المتظاهرين في الارض. اطلاق النار على المتظاهرين في منطقه بابا عمر. اطلاق النار على المتظاهرين في منطقه بابا عمر. اطلاق النار على المتظاهرين في منطقه بابا عمر 22/8/2011. وهذا احد المتصوبين. يا الله، احد المتصوبين اصيب في ظهره. لا اله الا الله.